بالنسبه لشهر رمضان كنطلبها الحلوه ديال الكريوش. كاينه كريوش العاديه عامله 24 درهم، وكريوش باللوز 80 درهم، والشباكيه 20 درهم، والبغيوات ديال اللوز 100 درهم، زعما في متناول الجميع. كاين اقبال، كاين شويه البركه الله. هي المقارنه مع العام اللي فات بحال العوام اللي دازوا قبل، كانت الحركه شويه متكاتفه بزايد، ولكن العام الاول وهذا العام بحال والحمد لله البركه ما تخطاش. شويه الحركه عندنا ناقصه يعني بالنسبه للعام اللي فات، وهذا العام شويه زادت يعني تاخرت بالنسبه للمشكل ديال الناس، يعني ما بقاش كيديو داك الشيء اللي كانوا مولفين تياخذوا، داك لا كونتيتي نقصت شويه. كلشي ولا كيعاني من مرض السكر، يعني تقريبا كلشي تيقول لك لا ما كنقدوش زعما ندوقوا ولا ما خصناش. حنا كنجيو حيت قرب رمضان كنجيو باش نتقداو الشباكيه والبريوات، هاد الحاجه توريه كل عام، والاجواء بحال اللي كتشوفوا في المدينه اجواء زوينه. نجيو نتقداو، حنا اصلا ماشي من هنايا، جينا ندوزو رمضان هنايا هاد العام. الصراحه حيتاش الوقت ما بقاش، اولا ما عندناش الوقت، وثانيا كتهلاو في زعما لا كاليتي مزيانه، كلشي مزيان، دونك كنجيو ناخذوها واجده. الحركه عاديه يعني بالنسبه للعوام الاخرى، هاد العام تنظن بان شويه ناقصه بحكم لان الاصوات تفتحت بزاف، الاصوات في جميع الجهات في النواحي ديال فاس المدينه، ما بقاش ديك الحركه ديالها كيف كانت. الحمد لله رمضان بالنسبه لنا سوق العطارين كاين الججلان كاوكاو اللوز النافع القرفة المسكة، هادو عوائد منتقدة من جميع العائلات يستعملوا هادشي في رمضان. الحركة شوية ماشي بحال كيف كان في المعتاد ديالها. المعتاد كان الناس كتشري المواد ديال السلو واللوز والزجلان وكاوكاو كتشريهم شوية قبل. دابا كيبقى واحد الفترة قليلة ما كانش حتى أسبوع عاد كانت الناس أعطيني 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 أعطيني، وماشي ديك بحال الوقت اللي كان شحال هادي، اعطيني كيلو جوج كيلو، اعطيني ربعه الزنجلان ونص كيلو ديال الكاوكاو باش غندير سلو. ما بقاش داك الشيء ديال جوج كيلو ديال اللوز كيلو ديال الزنجلان، داك الحاله اللي كانت شحال هذه ما بقاش. يعني الناس يلاه يلاه كتقول ندير الفال وصافي. ايوا مطلوب بالنسبه للزنجلان، بالنسبه كيصوبوا سلو، بالنسبه كاين الطحين واللوز، هذا الشيء اللي مسائل اللي بالنسبه لينا حنايا التوابل قليل قليل، الناس تيكونوا عندهم غنقدوا بداك الشيء اللي عندنا ما نزيدوش.